Assalamu alaikum wa rahmatullah. How to write the Arabic letters inside the word. Arabca harfleri kelimede nasıl yazıyoruz? Ba. Ba. It's the full letter, tam harf. Ba. Nokta. Ba. Nokta. با نقطة با نقطة وحركة با بو بي إب in the middle ارتدى في وسط با با ba ba harakat ba bu bi b fi akhir el kelime fi akhir el kelime muttasil wa munfasil muttasil متصل منفصل منفصل so, حرف التاء full letter تام حرف تاء نقطة نقطة خط تاء نقطة خط تا خط تا خط تا تا خط حركة تا تو تي ات في وسط الكلمة في وسط الكلمة خط تا خط تا خط تا خط حركة تا تو تي ات آخر الكلمة متصل منفصل متصل منفصل تا 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 متصل connected ترليشك متصل منفصل separated ترليشمس منفصل حرف الثاء ثاء نقطة 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 حرف الثاء في أول الكلمة ثاء ثا ثا حركة ثا ثو سي سكون إف في وسط الكلمة ثا 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 حركة ثا ثو في إث في آخر كلمة ثا ثا
شكرا لكم. See you next lesson. جالجك درس. Görüşürüz. إلى اللقاء.